واحده مذيعه قالت هاي شنو اليوم شو متغاوي يلبس لي مره كاوبوي ومره مدري شنو، بس هاي ايش قالت مذيعه بالاستراحه بالتلفزيون العراقي اسمها سهاد حسن، اعتقلت وحكم عليها بالاعدام، لكن بعد ذلك خفف الى 20 سنه، بعدين صار العفو بفتره من فترات مال صار هذا وطلعت حكم بقت لها 4 سنوات ما اشكال. شنو تهمتها البنيه؟ طلع صدام حسين والله يوم لابس عربي ورا شويه طلع بلقطه لابس كاوبوي، قالت شنو هاش؟ شو متغاوي الرجال متغاوي اليوم؟ قاعد يمها واحد او وحده من الوكيلات اغلبيتهم وكلاء يشتغلون هذا، وصلها اعتقلوا اعدام اعدام اعدام. انسان واحد يقول على رئيس الدوله ايش بي اليوم شو متغاوي فرحان يعدم، هذا هو الزمن الجميل من على طول الله هكذا زمن جميل، هذا الزمن الجميل يا بشلون زمن جميل؟ زمن جميل كانت اكو حريه ورخاء واقتصادي، كانت العائله بالحصار يتصبحون بطاوه بها طماطم ودهن يتغدون بها ويتعشون بها، واثنيناتهم دكاتره بالجامعه، وانا احكيها عن موقف شفته بعيني، هذا الزمن الجميل. راتب الموظف كارت طبقه بيض، هذا الزمن الجميل.